تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي، تقام بطولة أبو ظبي الكبرى لصيد الكنعد 2024 في الفترة من 19 إلى 21 من إبريل الجاري بتنظيم مجلس أبو ظبي الرياضي ونادي أبو ظبي للرياضات البحرية. وخصصت اللجنة المنظمة إجمالي جوائز مالية للبطولة تبلغ 1,000,000 درهم إماراتي، إذ يتحدد الفائز بناء على أعلى وزن لسمكة الكنعد خلال أيام البطولة، ويحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية تبلغ 200,000 درهم إماراتي من إجمالي جوائز البطولة. انطلقت مساء الجمعة منافسات كأس أم الإمارات للجوجيتسو في أبو ظبي بمشاركة نخبة اللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة. ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات حامية ونزالات قوية لحسم اللقب واعتلاء منصة التتويج والفوز بجوائز البطولة التي يتجاوز مجموعها 4,000 درهم إماراتي. وتعد بطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو واحدة من أبرز البطولات على الساحة المحلية والبطولة الوحيدة ضمن أجندة الاتحاد المخصصة حصراً للفتيات والسيدات.